بدايتي كانت في مركز شباب السادات كناشئه في الزقازيق محافظه الشرقيه، وبعدين رحنا مركز شباب الزقازيق بحري اللي هي كانت قلعه كره السله في محافظه الشرقيه، طلع منها نجوم كبيره اللي كان فيها فريق درجه اولى عندنا في النادي. كنت 16 سنه تقريبا هناك، كان اول ماتش ليا درجه اولى رسمي وانا صغير قوي. من خلال الماتشات وان انت بتأدي بصوره جيده بدات الانديه كلها تكلمك ان انت تنتقلي ليها، اهلي زمالك اتحاد جزيره الله يرحمه كابتن عبد الشرف ابونا الروحي هو اول واحد كان كلمنا مع الكابتن هاني عبد المنعم، كان كابتني يعني انا كنت بلعب معاه هنا، هما اللي كلموني ودي كانت البدايه ان انا اتنقل للنادي الاهلي. لما جيت النادي الاهلي ذكرياتي بقى كلها من وانا عندي 21 سنه لحد دلوقتي 30 داخلين في 30 32 سنه اهو، يوميا حياتنا جوه النادي. لعبت لحد ما اعتزلت 2006، من 92 ل 2006 حققنا فيها حاجات كتير، وخدنا 2 دوري وسوبر و2 افريقيا ابطال الكؤوس ايامها ده المسمى كان بتاعها، و5 كاس. لعبنا نهائي بطوله عربيه كتير قوي بس ما كانش لنا نصيب في البطوله العربيه. هي دايما كل بطوله ليها متعه خاصه بذاتها، وخصوصا حسب المنافس حسب الجمهور. انما لو هنتكلم على الافضل طبعا حاجتين، او هي اكتر من حاجه لو انا عشان اوسع الموضوع شويه. اول سنه جيت فيها النادي الاهلي كان نفسي اكسب حاجه، لعبت فاينل دوري وما حققناش فيه بس خدنا الكاس، كانت اول بطوله ليا رسميه بعد انتقالي، كانت مهمه بالنسبه لي وانا لعيب. وبطوله افريقيا وانا لاعب في السنغال، دي كانت بطوله خارجيه وما كانش حد عمره ما كسب بطوله خارج مصر، 2001 وانا لاعب. الاهم البطوله الاهم بطوله افريقيا 2016، يعني هما بطولتين ورا بعض. اول ما مسكت مدير فني رجال برضو ما كنا بقالنا بتاع 10 سنين ما بنحققش، فخدنا الدوري السوبر في الموسم دوت في شهر 5، وكان بطوله افريقيا في شهر 12، وبطوله صعبه، بطوله ما كانش حد ممكن يتوقع ان احنا نكسبها. انا الحمد لله رب العالمين، انا واسرتي واولادي يوميا طول اليوم، انا عندي 3 ولاد بيتمرنوا، يعني لو خدوا 3 وحدات تدريبيه في اليوم قفلنا اليوم. هنا انا عشق النادي الاهلي بالنسبه لي، انا معظم محافظه الشرقيه اهلاويه، لما جيت اختار ما بين الاهلي والزمالك والاتحاد والجزيره اخترت الاهلي، ما فكرتش، جيت على طول من غير ما نتفق ساعتها على اي حاجه. احنا حتى لما وانا لعيب لما بدا يبقى في عقود احنا بنمضي على بياض، ما بنتكلمش، بتبقى محرجه، يعني لو حتى في حاجه حقك تطلبيها اول ما حد مسؤول بيتكلم معاكي خلاص اوامر. انا حاليا ماسك مدير فني سيدات، بعد 4 سنين مع الولاد حققنا فيهم 6 بطولات، وده كان الفتره دي كانت فتره يعني ناجحه جدا بالنسبه لقطاع الاولاد في الفتره دي في تايم قليل. لما جينا البنات انا اول مره مرن سيدات، لما كلفوني من مجلس اداره كابتن علي هاشم استقال او اعتذر عن التدريب، هم قبلوا، فانت تم تكليفك بكذا. افكر حتى ان انا اقلب من رجال لسيدات لازم تاخدي وقت تفكري تكليف ما حاضر، ان هم دايما يبقوا داعمين لينا، دايما الجمهور النادي الاهلي او معدنه لما اي فرقه بقى، انا مش هتكلم على الباسكت، لو حصل دروب في اي وقت لاي فرقه انتوا اللي بتقوموهم تاني، انتوا السبب لتحفيز اي لعيب، انتوا التارجت الاساسي. اي لعيب بيجي النادي الاهلي في لعيبه ممكن لو ما بتخسر ممكن تمشي عادي، لا هو خايف من الجمهور علشان هيحاسبه، دي هو حاجه ايجابيه لينا. يا رب يا رب احنا نسعدهم، ويا رب يا رب يبقى هم دايما داعمين لينا في حاله المكسب او لا قدر الله في حاله الخساره.